النطق بلسان وزارة الخارجية. شكرا لحديثك الانفلايب تي في. أولمرت تحدث قبل يومين عن الحدود الثابتة عن جوش تسيون عن معلية دوميم. شو كان قصده من هاي دي فرج لحماس انه فيش حكي عن حدود ثانية، في لنا حدود ثابتة اللي هم مش رايحين نتخلى عنهم مثل معلية دوميم، مع انه حماس بنشوف من طرف ثاني عم تحكي عن بدا حدود مش حدود 67، الفهم من حماس بدا حدود ثانية اكثر من 67. هل هو تنويه من أولمرت لحماس او تجديد من أولمرت لحماس انه الحدود احنا بنعرفها واحنا اللي بنقرر الحدود؟ اسرائيل معنية برسم حدودها النهائية، وطبعا نحن نعلم في نفس الوقت انه الدولة الفلسطينية هي التي ستقام على الجانب الاخر من هذه الحدود. الان هنالك مشكلة، لان حركة حماس الارهابية هي التي فازت في الانتخابات الفلسطينية. نحن طبعا لا يمكن لاحد تجاهل نتائج الانتخابات الفلسطينية، ولكن لأننا نريد التقدم في العملية السلمية ولأننا ملتزمون بخطط خارطة الطريق، فلذلك نتمنى أن نرى كيف حماس تغير مواقفها بشكل جذري. مثلا نريد أن نرى ما إذا تتخلى حركة حماس عن الإرهاب، ما إذا تعترف بدولة إسرائيل، وما إذا تقر بكل الاتفاقيات الموقعة سابقا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. بالنسبة للكتل الاستيطانية الكبرى وهي جوش عتسيون وأرييل ومعالي أدوميم، نعم لا نخفي ذلك، نحن ننوي ضمها إلى دولة إسرائيل في أي تسوية قد نتوصل إليها مع الفلسطينيين، ولكن نؤكد أنه لا نعتقد أنه بقاء هذه المستوطنة أو مستوطنة أخرى هي التي ستمنع إقامة الدولة الفلسطينية بجانب دولة إسرائيل. هل تتوقع جلسات مفاوضات أو تسويات مع الجانب الفلسطيني بعد فوز حماس، يعني مع حكومة مع حماس؟ هل يكون في محادثات بين إسرائيل وحماس؟ ليس في الظروف الحالية، ليس ما لم تغير حركة حماس موقفها التي تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل. أذكركم ولا أعتقد أنه في المرحلة الحالية هنالك أحد زعيم أحد حتى في حركة حماس يمكنه نفي ذلك. حركة حماس تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية على أنقاض دولة إسرائيل وليس إلى جانب دولة إسرائيل. عندما يقولون إنهم لهم الحق في استمرار المقاومة ضد الاحتلال، بكلمة احتلال يقصدون إنه إسرائيل أيضا تحتل تل أبيب وحيفا وبير سبع، لا يقرون بحق إسرائيل في الوجود. عندما يقولون إنهم يريدون تفكيك المستوطنات، يعتبرون أيضا حيفا وصفات وكريات شمونه كمستوطنات. إذن عليهم أولا أن يغيروا موقفه، وبعد ذلك سنعيد دراسة كل هذه المواقف الجديدة. بالرغم من شوف هذا التخوف الإسرائيلي، بالرغم من ذلك يعني أولمرت وافق على إعطاء النقود أو إعطاء التعويضات للفلسطينيين، هل هو بده يكسب الحماس له لجنبه، يعني انه يقدر يتحدث معهم، ولا في شيء ثاني من وراه؟ ليست تعويضات، هي المستحقات الجمركيه. هنالك غلاف جمركي مشترك لاسرائيل وللسلطه الفلسطينيه. اسرائيل لا تزال تسيطر على المنافذ وعلى الجمارك. اذا هنالك أي تلفزيون مثلا تستورده السلطة الفلسطينية من أسواق خارجية، إسرائيل هي التي تقوم بجباية الجمارك. فكل شهر وكل سنة إسرائيل تنقل هذه المبالغ إلى السلطة الفلسطينية. إسرائيل قررت نقل هذه المبالغ إلى السلطة الفلسطينية، هذا لا يعني إنه المبالغ القادمة أيضا ستنقل إلى السلطة الفلسطينية. لا نزال ننتظر رؤية تغيير جذري في السلطة الفلسطينية. فننتقل من تطرف إلى تطرف آخر، إيران. قضية التسلح النووي الإيراني هي اللي بتشغل على كل العالم إسه، ومنشوف إنه إيران عم تتحدى كل العالم في قضية التسلح النووي الإيراني. شو بتشوف تجديدات في هاي القضية، أو شو راح يسوي الجمعية العالمية في هاي القضية، قضية التسلح النووي الإيراني؟ في الفترة الأخيرة المجتمع الدولي أدرك، بالإضافة إلى إدراك إسرائيل، إنه في الحقيقة التسلح النووي الإيراني يشكل تهديدا ليس على إسرائيل وإنما على المجتمع الدولي. الصواريخ الإيرانية وهي بعيدة المدى يمكنها ضرب
أهداف في أوروبا. فلذلك المجتمع الدولي استيقظ أخيرا، فلذلك تم أو اتخذ القرار بالنقل أو بإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن. نحن نتمنى إنه مجلس الأمن يجد حلول لهذه المشكلة الكبيرة. طبعا للأسف الشديد إيران دائما تحاول أن تتحجج، أن تتزرع بإسرائيل لكي تطور هذه القنبلة. ولكن أيضا الدول العربية في الوقت الأخير أدركت إنه إيران تتلاعب وتستغل اسم إسرائيل لتتطور ولتتسلح نوويا. ولكن دول الخليج مثلا أيضا متخوفة من التسلح الإيراني، وهنالك أيضا دول عربية أخرى التي تخاف من هذا التسلح الإيراني. شكرا لأوربندور على حديثك. شكرا.